بالنسبة للزواج بالكتابيات، الزواج بالكتابية مشروع مع الكراهة، ومشروعيته نص في كتاب الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بشرط أن تكون عفيفة عن الزنا، ليست مقيمة عليه، إما أنه لم تقارفه قط أو كانت ثم تابت. الأمر الثاني أن وصف الكتابية يثبت بالإقرار المجمل باليهودية أو النصرانية، ولا يشوش على هذا ما يقع منهم من شرك أو كفر أو نحوه في باب العقائد أو في باب الشرائع. فمثل هذا كان موجودا في زمن النبوة ولم ينف عنهم وصف الكتابية، فقد خوطبوا بذلك بهذا الوصف في كتاب الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الكتابية يمكن أن تخطب من أوليائها غير المسلمين، لأن بعضهم أولياء بعض، فما فيش اختلاف الدين الذي يمنع من الولاية، فإن لم يتيسر يتولى أمرها جماعة المسلمين، إمام المركز الإسلامي أو تختار من شاءت من المسلمين لكي يكون وليا لها في هذا العقد. طب لماذا كان هذا الزواج مكروها؟ للمخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها الناشئة، خاصة في ظل ترسانة من القوانين أحكم أمرها لتدعم المرأة في خصومتها مع الرجل، فيقف الرجل عند أول خصومة أعزل، ويقف الطرف الآخر مدعوما بترسانة من القوانين وبترسانة من الجيوش التي تدعم هذه القوانين وتضعها موضع التطبيق. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يعرضها لما لا تطيق من البلاء. ومع هذا نحن لا نحرم ما أحل الله ورسوله، فقط نحن ننبه أن هذا الزواج وإن كان مشروعا لكنه مكروه لما يخشى عليه فيه من المآلات التي قد تتعرض لها الناشئة في ظل هذا الزواج. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.